مرحبا أصدقائي، مرحبا وألف مرحبا بيكم، مشتاق لكم. يعني شو أسوي للكهرباء فهموني؟ والله العظيم لو تدرون شنو اللي سويته، والله العظيم لو تعرفون شنو اللي طبعاً قاعد تجيني رسائل خاص، يعني أشكركم. اتصالات، يعني لو تدرون شقد أكو اتصالات صارت، لو تدرون شلون صارت الجهود. يعني اول جهد وجهد كبير طبعا، ولو اتصلوا بي كلش هواي نجيك نساعدك نجيب لك مولده نجيب لك كذا. يعني شوف هالديدي العراقيين، شوف يردون يحبون الثقافه والفن والكذا، يحبون الامور الانسانيه. اول شكر اشكر الى استاذ ثامر التميمي ابو محمد. ثامر التميمي يعني ما خلى اتصال، يعني بس عاوزك خابر رئاسه الوزراء، خابر قبل شكو مولده بمنطقته، خابرهم شكو مولده بمنطقته واجي خطيه وتعنى وكذا الى ان وفر لي كهرباء. ثامر التميمي ممنون لك استاذ ثامر. شكرا استاذ ثامر. اهلا لبنى عبد الكريم، يا الله صدق كذب. والله لبنى لو تدري وضع بغداد، يعني وضع ماساوي بالكهرباء. ليش هيك تسوون بينا؟ ليش احنا نريد الحياه؟ ليش كافي عاد؟ يعني الكهرباء احد السبل المهمه جدا بحياه العراقيين. وفروا العيش الرغيد للعراقيين. نريد العراقي يعيش بكرامة، احنا ما نبي شيء من عندكم، نريد يعني عيش بكرامة يا اخوان. والله متت، والله العظيم، والله لو تدرون. يعني انا مو قصتي انه اللوحة لا عمي والله، بس طلعت بفرعنا باوع الناس، طلع برا بالشارع نص الليل، جهال واطفال ونساء وكذا. حارة الدنيا، حارة يا اخوان، يا حكومتنا حارة الدنيا. يعني ما يصير ما تحسون انتم سبالت ودنيا والكهرباء عندكم مولدات، ما تحسون بالبشر. يعني شو هسه مشتغل؟ يلا فهمون. لا راح اشتغل بس شغل راح اشتغله من كل قلبي والله هذا الضيم. حبيبي انا ما اعرف، يعني لازم اضحك. الاستاذ يقول اعصابك ابو امير ما تسوى، والله متعودين. ايش لا متعودين اوكي، بس الى متى نبقى متعودين؟ احنا مو يعني مو بقيه الناس افضل من العراقيين، العالم مو افضل من العراقيين، العراقيين هذا اللي شوف العالم، اللي علمهم الكتابه، هذا العراق بلاد وادي رافدين، هذا اللي علمهم العجله شلون، هسا هاي مطوراتهم وسياراتهم كلها من اختراعات العراقيين السومريين. يا اخي ما اعرف شو اقول، والله العظيم ما اعرف شو اقول. يعني لا حد يقول لي متعودين، رجال لا حد يقول لي متعودين. شنو متعودين؟ متعودين شنو؟ احنا نريد نعيش بكرامة، احنا ما طالبين شيء، نريد نعيش مثل الناس. هسه انا كنت بغرب وعايش وشفت الناس مستقرة، مرتاحة مسترخية. هسه مو اوروبا، لا. عوف، الاردن، الكويت، السعودية، هاي جيراننا، هاي جيران تركيا، كل ذني زرت انا وشفتهم. ناس مستقرة وعايشة بامان وكل شيء متوفر لهم. ليش احنا هيك؟ ليش؟ ما دافتين يعني. يجوز صوت بينا ما نعرف نختار. وحتى اذا اختيرنا هم غير، لا ارادنا تغيير مهم قوي، يعني هذا هيك ما يسوى ما يفيد. عموما انا تعبت، يعني قاعد اسمع محمد يغني. اعذروني على عصبيتي، والله اعذروني يا اخوان، انا والله ما اعرف اسر عصبي. ما اعرف، هو يعني احد الاصدقاء قال برج الجوزاء هو لو يصير عصبي كلش لو يصير هادي كلش. يلا هسه ارجع انزل الرنج وارحب بيكم وبوساتي لكم، اسف جدا والله اسف من كل قلبي. بس راح استمر واكمل العمل لو نص الليل اليوم، واللي يبقى وياه اللي على ابو محمد التميمي طب البث. ابو محمد ثامر التميمي اشكرك من كل قلبي، ونيابه عن الاصدقاء اللي يتابعون هسه اشكرك شكر، يعني شكر جزيل والله. ما اعرف شو اقول، شنو تليفونات كل ساعه يجيني 100 واحد متابع يخابر استاذ خالد وين البث، استاذ خالد وين البث، استاذ نجيب لك المولده. شنو الناس اذا هو بيته بالغزالي، اذا بيته مثلا بالبصرة، وين يجيب لي خطية؟ بس خطية والله يعني ما قصر ثامر التميمي، ما قصر والله العظيم، اجا وفر لنا كهرباء. بطل ثامر. اي والله بطل ثامر، وفر لنا كهرباء وعجب. شوف هذا حب العراقيين، شنو يحبون الفن، يحبون الثقافة. شنو بيت ما بيه كهرباء جاب مولدته، والله لو لكم مش كبرها، خلاها باب البيت. حتى جيراننا اعطيناهم كهرباء، ناس عايبة برا يعني المولدة. وقاعد ياخذون، حتى ثامر قال اخذوا يا كهرباء، شنو المشكله؟ هذا الحب. محسن لمحمد داوود يقول اعصابك ابو امير، حبيبي راح اخي اعصابي. واني بدوري اشكر استاذ ثامر على توفير الكهرباء حتى نقدر نشوف ابداعك. شكرا مصطفى، شكرا جزيلا لك.
الله يخليك محسن حبيبي يا محسن ابن عمي. لا اخوي لا تحضر عمامنا ولا معزم. لا لا انتهت القضيه. متين كاردا كارا دينيز ارت. سلام عليكم. سلام عليكم ابي. مرحبا هوش قال دينيز. لبنان 90 طبعا القضيه. اتمنى الصعدين وترجمينا غنينا اغنيه فما اعرف طلبي اذا الصعدين قولي. احترق قلبك انت والله من كثر احترق قلبي. واحد لبنى تقول احترق قلب عليكم فدوى قلبك. شكرا جزيلا يا اخت لبنى. لبنى عبد الكريم اختنا وعزيزه علينا بالعراق وعايشه بالسويد صحيح، بس تحس بغيم العراقيين وتحس انه هذا العراق مظلوم. يعني قضيه بسيطه، شنو الكهرباء؟ ترى الكهرباء يعني قضيه بالنسبه للعالم تافهه بسيطه وفرت الناس وانتهى. احنا صارت عندنا مشكله شنو؟ وزير ودنيا وطرقات الله وكذا، وهذا يجي يقول لي لا سوي معرضك بالزباله. الا سوي معرضه بالزباله، الا سوي هيك بدي احتج على الكل. احتج اريد، وانت اذا ما يعجبك باع عليه، اذا ما يعجبك احتج. انت لا تقول انا بعد فنان، انت تسمعني كل الزين وقاعد تعرف وانت بالبث تمام. انا ما بدي اتعصب، العفو ارجوكم. يعني صباح فنجان العبل يا حياتي، صباح فنجان يغبر. صباح فنجان يقول وطن أحاله المتخلفين إلى قرية وهو وطن جميل وغني. آه طبعا هم يردون هذا الوطن الكبير بثقافته، كبير بناسه الطيبة. العراقيين كلهم طيبين، من الشمال للجنوب من الغرب للشرق كلهم طيبين. لكم أنتم تردون تسوون قرية؟ لك والله عيب عليكم، لك ما بتقدرون علينا والله العظيم. هسه شلون أرسم أخطب خاطر الله؟ قولوا لي ويلكم جيني from امريكا. شكرا. يعني هاي الفنانه الامريكيه تتابعني برغم ما طفت كهرباء وهي تتابع. هايدر علامي مرحبا بك. احمد الشاعري من كاليفورنيا مرحبا بك. الاعلامي علي فخري مرحبا بك. ثامر التميمي فدوى لقلبك، هاي تحيه وهاي بوسه وهاي لك ثامر التميمي. عادل العراقي طبعا ده يقول لك الف تحيه والف مرحبا. لبنى قاعد دز وجوه حزينه طبعا، حبتش حزينة على بلدك، حزينة على بغداد. بغداد الثقافة، بغداد تاج يعني تاج البلدان والله العربية. وانتم تدرون كل الزين في ثقافتها، هذا مو بس اعترافنا، اعتراف الناس اللي والله اللي نتصل بهم ونحكي وياهم يقولوا بغداد الله، بغداد شهر ايار، بغداد ابو نؤاس، بغداد المتنبي، بغداد الرصافي، شحكي بغداد فايق حسن، بغداد جواد سليم، شحكي شو اقول؟ بغداد رياض احمد، بغداد ناظم الغزالي، القبنشي. شحكي شو اقول؟ فهموني يعني منين اجيبها؟ منين اجيبها؟ يعني ما اريد اذكر يعني بالبث المقدسات والاولياء اللي ببغداد. بغداد والعراق، العراق عراق ابو الحسن هذا يا معودين صدق كذي. صدق تحكون العراق الحسين هذا. يعني ما اعرف شو اقول، شو اقول؟ يعني تعال قولوا لي، ايش اذكر لكم بعد؟ يعني شنو اللي اقوله؟ العراق شنو اللي ما بي؟ سامره الملويه ما بي؟ ما بي الزقورة اللي بالناصرية، ما بي آشور العظيمة كلها عظمة اللي خضعت كل جيوش العالم، الآشور اللي هسه بالموصل. يعني انتم قارين تاريخ، انتم اللي قاعدين على سادة الحكم، انتم قارين تاريخ العراق؟ قارين حضارات؟ شايفين سومر؟ زي هسه اسألك سومر وين صار؟ تقول لي والله ما ادري، خلي اسأل ابو المولدة اللي انت ما عندك مولدة. تعرف بابل وين؟ تعرف آشور وين صارت؟ ما دافتين انتم منين رجعتكم علينا؟ يا خلوني اهدى خاطر، ماكو واحد يصعد خليه يصعد. عادل خل نغني والله، والله ما اقدر، خاف ما ارسم بعد يعني، واذا ارسم جزء ارسم بألم يعني. حامد الرماحي مرحبا بك حامد الرماحي، حامد الرماحي متنا والله عم. انت خلصان بس ما كهرباء ما تنقطع، بس هنا الكهرباء لعبت فينا طوبه. ثامر التميمي يقول واني خادم لكل طيب، شكرا استاذ ثامر التميمي ابو محمد. فدوى قلبك ثامر والله اليوم نقذتنا يعني شنو هسه احنا كهرباء جابها ثامر التميمي. لبنى اذا شو اسمه اصعد يعني كافي قلوب حزينه ادري مش متكلمين بس نقعد حاول تزيني دعوه، ما اقدر ادز دعوه ما اعرف مين حتى تيهت حتى، بس راح ارسم بهاي هوستي، راح ارسم بهاي هوستي، ما اعرف شو اطلع الوان، ما خل اطلع وتوصلكم لبيوتكم ان شاء الله من كل قلبي والله. تمام يعني مو عيب، بس الناس تنتظر ومن كل العالم تنتظرني والله العظيم. يعني
ما اعرف شو اقول. من كل العالم اتصلت بي استاذ خالد، استاذ خالد نعمة اليوم منتظرين بثك ونريد نشوف رسمك، ونريد نسمع عادل محمد، ونريد نسمع لبنى عبد الكريم وعمار السواعدي ومهدي، راح تطفى يمكن ضغطت حتى ما اعرف والله هي تضعف وترجع. انا راعي القلوب انه قلت راعي القلوب قام يضعف يقوى يضعف، راعي البنك قامت ما تشتغل يعني حتى ماكو يعني مو تبريد مو سبلت مو ولا المبرده تشتغل، البنك قامت ما تشتغل. هاي البنك هسه بطلعكم اياها ما اعرف هسه شوي قوى ضعف قوى ضعف. هاي الحياه شنو حياتنا نقضيها ايش؟ لكم حرام عليكم العراقيين يستاهلون كل الخير، يستاهلون يعيشون بكرامه ويعني هسه اظل اخطب الخاطر على الله والله ما اعرف. المشكله اكو ناس اجانب فما قاعد يفهمون الحكي، قاعد يزول استفهامات شنو القضيه اللي يدرون بي. العفو اعتذر يعني ام سوري فور اول ام سوري ام سوري. جمال مرحبا بيك، ابراهيم رمضان مرحبا بيك، ثامر اي ثامر اكسر الجو رحم الوالدك، ثامر اطلب من عادل اغنيه حسين البصري، ثامر اكسر الجو عادل فدوه تعال يمي هنا وخلي اكسر الجو خلي ارتاح. بعدها لبنى نطالبك باغنيه يعني بعد عادل نطالبك باغنيه الصاعدين. تحيه للعراقيين بهذا الضيم هذا كذا شاركين مضيم رحم الوالدك. ما اعرف ثامر يستاهل، ثامر تميمي يقول اطلب اغنيه حسين البصري من عادل محمد. بس انا اوكي مره اصعد اتبع بعض القلوب مع القلوب. اذا طبت انتظروني ابث لو للصبح ابث. وسام علي مرحبا بك. عازم التميمي منور استاذ خالد معود اهم شيء صحتك. تروح للفدوة الدولة أهم شيء تذكرني باللوحة أذكرك بس بقناية البث وقط باللوحة تأمرني أمر والنبي خاصة هاي خواصر قاموا توجعني أو شي يسمون خاصاتي خلنا نضحك يلا. شكرا لبنى على القلوب شكرا شكرا. سمعوا عادل محمد رجاء بيماني راح أرسم يعني. ثامر بن معود أعصابك لبنى يا عيوني شكرا شكرا سيد لبنى هذي قلبي شو العراقي. محمود ربيع مرحبا بيك. ابراهيم رمضان انا من يغني عاد راح اسكت بس ما دام يعزف انا راح بالبقيه. لبنى تقول مو مشكله عيوني اي والله حضري نفسي شو الاستاذ عادل محمد حتى الصايدين سمعين شيء. سلام الصالحي مرحبا دكتوره دكتوره سلام الصالحي حلف مرحبا شاعرتنا المبدعه شاعر عراقيه مبدعه. متنا يا دكتورة سلامة متنا متنا الكهرباء ماكو يعني نريد نمارس أبسط حقوقنا ما نقدر. روى حمدي تقول شو اليوم أنا راح أوقع يا شباب راح أوقع شو اليوم معصب يعني تابع البث من البداية شوفين ليش معصب ليش معصب كهرباء ماكو مو علي يعني أنا طزبي بس على العراقيين أهلنا كلهم. طلعت بالفرع يعني الجهال والنسوان كلها قاعده بالباب شنو احنا قاعدين بقريه وين قاعدين بقريه ماكو كهرباء قاعده الناس برا. هاي قبل 40 سنه الناس تطلع برا بالشارع مو هسه بهذا 2018 عفوا. لو رديت عني يا دواء يا دواء يطيب الجروح ابقى يمي ابقى يمي يا حبيبي ادل وتطفي بشفافي
مدللك والخاطري البعيد تصبح العشرة بريد ذكرى والرسوم ودفاتر الخاطري لا لا تسافر إذا طفت الكهرباء أرجع أبد لأنه راح يشغل مولد المنطقة فما في مشكلة يعني هسه إحنا أمن على الكهرباء بس إذا طفت بين ما يشغل المولد ثلاث دقائق مو أكثر ونبثر عشان يكمل العمل تمام؟ الخاطري أجل السفر والعمر بكم شهر الخاطري أجل السفر كم شهر دوريس لشمت الملامة وتطفي بشفاف ابتسامة لشمت الملامة وتطفي بشفاف ابتسامة وابن يصبح المعامر ألف تحية لكم من أستاذ عادل محمد من بعد تحياتكم شكرا تحياتكم أستاذ عادل محمد يحيوك كل الضيوف هو يقول لكم شكرا راح نبلش بالرسم واللي يحب يصعد يقول أريد أصعد جيني هاي لبنى هاي لبنى هاي لبنى صارت عندك أصدقاء من أمريكا هاي لبنى نايس تو ميت يو دي رحمون بيك ست لبنى عبد الكريم هاي الفنانة الأمريكية جيني ويلكم جيني عادل تامر التميمي تسلم حبيبي عادل اي هاي بناء طبعا تدلل تامر هسه الألوان قاعد تسيل من وراي انا خالها براحتها يعني بعض هو اليوم راح يطلع عمل على الكهرباء احتجاج على الكهرباء ف لبنى عبد الكريم يو ويلكم جيني عاشتي دش لبنى اذا تحبين تصعدين لبنى يعني قولي اريد اصعد حتى تدزش طلب او تدزين طلب ما اعرف كيف ايش بعد مو انا اذا راح بالاجانب انت يعني ورده مال الله تروحين بالاتراك وبالاجانب عاشتي دش والله هم السعديين تعذروني ابتسام الناجي الخاطر اجل
الخاطري أجل السفر والعمر بي كم شهر. الله الله يا ابتسام عشت في الفنانين. إليش تحية من أستاذ عادل محمد ابتسام الناجي، شكرا جزيلا حيش والله. التشكيل عباس الزهاوي، تحياتي للفنان المبدع الأستاذ خالد. شكرا أستاذ عباس الزهاوي فنان تشكيلي من خانقين، ألف شكر لك فنان جميل ورائع. حسن دوح، مرحبا حسن دوح، شوف البث من البداية وشوف المشاكل مال الكهرباء سوت فينا يا أخوي. حامد رماحي، سلامي إلى صديق، شوف عادل قال هو هذا حامد رماحي. سلامي إلى صديق العزيز عادل العراقي، الوردة نورت، ليش أنا مو صديقك؟ يضحك عادل، يعني إلك ألف تحية من عادل، ده يقول نورت. تمام، بس أقرأ كم تعليق وأكمل الرسم، لأن أنا محتاج اللون يسيل بصراحة، أنا محتاج اللون يسيل. تمام، شوفوا اللوحة. يعني وعادل اللي هم ما عنده مشكلة وياه، حتى إذا يدمر صبخ هم يقول لي أنا ما عندي مشكلة، لا تقلقون يعني. يعني هو رجال فنان فما عنده مشكلة بالقضية. اللون الصوت هو بالعكس كلش مرحب. شهرزاد الجاف، مرحبا. عسام نوسر ثلاث هوش قالدين، مرحبا. هوش قالدينيز، هوش يعني اقول هوش قالدينيز. تمام تمام. آلاء الصفار، مرحبا. سجاد الخباجي، ألف مرحبا. محمد صفاء من أمريكا، مرحبا. ولك منا الأمريكي، ألف مرحبا. ترينا مرحبا. تركي طعيمة العميري، مساء الخير عليك، النت ضعيف وكهرباء ماكو، فاتنا هواي من سهراتك يا أخي. شو يا أستاذ تركي، الله يساعدك ويساعدنا ويساعد كل العراقيين على المحنة هاي مالت الكهرباء. بس احنا والله نتحمل، يجوز. مرحبا. اي والله طفت الوطني راح تجي السحب. اي لا لا كلش كلش جيد هسه، تدري ولا لا؟